فتح الباري طبعا الحافظ بن رجب هذا رجل سبحان الله العظيم عجيب. لما؟ لأن ابن رجب كان مغمورا في وقته مشهورا بعده. ليش؟ الدليل على أنه كان مغمور في وقته أنه لا توجد له ترجمة، ما توجد له ترجمة، مما يدل على أنه لم يكن مشهورا. الناس لا يترجمون إلى القضاة المشهورين الذين انتصبوا للتدريس، ولم تذكر عنه إجازات في الحديث. وأما بعد وفاته فقد جعل الله لكتبه من القبول الشيء العظيم، حتى إنهم وجدوا أوراقا، كتاب القواعد يسمى، طبع باسم تقرير القواعد، كتاب القواعد له، يقول يوسف بن عبد الهادي بن المبرد في ذيل طبقات الحنابلة، يقول إنهم لما وجدوا هذا الكتاب بعد وفاته استكثروه عليه. يبدو أن الرجل والعلم عند الله عز وجل يمكن لا يتكلم كثيرا، يبدو أنه كان كثير الصمت، فاستكثروا هذا الكتاب عليه، فقالوا إنه وجد أوراقا للشيخ تقي الدين فأخذها ورتبها ونسبها لنفسه. ولا شك أن من عرف تأليفات أبي الفرج بن رجب عليه رحمة الله، زين الدين عبد الرحمن بن رجب، يعلم تدقيقه